السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه النهارده؟ بقى الفيديو بجد جامد جدا وهيعجبكم، يا رب يا رب ينول اعجابكم، بس ما تنسونوش باللايك وسبسكرايب للقناة. احنا دلوقتي عنده نشأة للفوط، اهو في شارع قدامه نشأة ده في المطرية سوق الخميس، عند مستشفى المطرية، تمام؟ نشأة الفوط ده مشهور جدا في المطرية، قدامه شارع، تخش الشارع ده هنيجي عند ام محمد هنا عندها جبلان ما شاء الله. بصوا دي مدرسة رفاعي الطهطاوي، رفاعي الطهطاوي دي مدرسة اهي، هي تحت منها على طول ام محمد، عندها جبلان اتحدى اي حد شافه عند حد، ما شاء الله على الخامة وعلى التقل. فاول حاجة هنعملها نقلع الشوز ونخش بالشراب. بصوا ام محمد مش قادرة تشيل الخامة، والله ما قادرة تشيلها. بصوا جمال الجبلان بقى، جبلان على ابوه بالعربي، حاجه في منتهى الجمال. هي ورتنا دلوقتي الكنب، دي الكراسي، شايفين؟ عايزين بقى كنبه واربع كراسي فيه، عايزين كنبتين وكرسيين فيه. بصوا الخامه عامله ازاي وجمالها، بصوا بصوا الشكل، بصوا التقل، بصوا الظهر، مفيش خيوط زياده ولا في اي حاجه خالص. احلى حاجه بقى ان عندها من كل شكل كذا لون، كذا لون. كنت سيبيه وانا صوره وهو محطوط، هاتي كده. بصوا يا لهوي على جماله، جماله وتقله، والله العظيم تحفه. ده ربنا يبارك لك، والله ربنا يبارك لك ويبارك للي هياخده. انت ما قلتلناش بقى المتر بكام؟ 75 جنيه، 75 جنيه ما شاء الله. بصوا 75 جنيه دي كده الكراسي يا بنات، اللي عايز يشد صالون يشده بالراحه قوي وهو مرتاح، خامه تعيش معاه وخامه محترمه. ده كده الكنب وده كده الكراسي، الخامه ما شاء الله، البوكيه ما شاء الله، ادي بوكيه وادي بوكيه، والمتر عامل 75 جنيه، الكنبتين عاملين 150 جنيه، الكرسيين عاملين 75 جنيه، يبقى كل الحسبه 225 جنيه. طقم كامل بيضات بتاعت انتري، اتنين كنبه اتنين كرسي. بصوا الجمال النبيتي، بصوا جمال النبيتي، بصوا الخامه، بصوا الجبلان، بصوا الجبلان. مش هنجيب لكم اي حاجه والسلام، بس مكان فعلا هيعجبكم جدا 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 ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. المطرز بقى، بصوا المطرز ده كده بوكيه جبلان، تمام؟ بصوا الشغل ده، الشغل ده تطريز، الشغل ده تطريز. 75 اللهم بارك، جميل جدا، ده لون النبيتي. ماشي انا اوريكم الكراسي، هنيجي بقى لغايه الكنبه ونشوفها مع بعض. الله 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 الله، ايه ده؟ ايه ده؟ اللهم بارك، جميل جدا جدا، الشغل ده تطريز وتطريز بارز. المتر ب 75 جنيه بقى على حسب ما انت عاوزه. بصوا هتورينا منه اللون دلوقتي السكري، وفي ايه بقى البوكيهات لونها كحلي. الناس اللي حابه النبيتي مثلا، انت ورتينا النبيتي اللي فيها تطريز بارز، ده تطريز وبارز اهو، جميله. هتورينا الكنبه دلوقتي، ودي وادي الظهر اهو باين قدامكم، مفيش نسبه خيط خالص طالعه منه، يعني حاجه درجه اولى، درجه اولى، درجه اولى. اي متر على بصوا درجه اولى كده، شفتي كده ايه لسه زي ده كده البني، لسه ما شاء الله، يعني ده البوكيه بتاعه لونه فيه كحلي، تمام. ده بقى فيه ايه؟ سكري، سكري في الورود بني، حلو قوي قوي. ده برده، ده برده ليه الكراسي بتاعته، ده ليه الكراسي بتاعته، يعني كله ليه الكراسي بتاعته. طبعا احنا صورنا البني ده، بيجي كده، بيجي كده في اكياس، كنبتين وكرسيين، بيجي كده متقفل كده. لا اي متر 75 جنيه، تفتحها تشوفها كام متر وتقول. الخامه اللي انت ماسكاها دي فظيعه فظيعه فظيعه، وتقيله جدا، تقيله جدا جدا جدا، وشكلها تحفه. دي الكنبه وهي تقيله، بصوا بصوا خامه محترمه. الظهر بتاعها، بصوا الظهر بتاعها عشان باين لكم ان الدرجه دي الاولى منها. دي الكراسي بتاعتها، دي الكراسي بتاعتها تحفه، بتاعت ده الكنبه ودي الكراسي، دي الكراسي وده الكنب. بقول لك ايه،
الابسون اهو، عايزه وريني اللي انت بالمتر زي ما انت عاوزه. خدي بقى ده طقم يا دوب، بس تاخديه للصالون وتركبي اي ظهر للصالون بقى مش مشكله. اشكاله كلها على الوانه بقى. أوه. يعني هو الشكل ده في منه الوانه كلها، كل الالوانات. بصي بص الارضيه اصلا بتعمل ازاي وانت واقفه ماسكاها، باينه قوي ان في تطريز منه فيه. جميله جميله جميله، ربنا يبارك لك فيهم ويبارك للي هياخده يا رب. الاشكال البني في ناس كتير بتطلب بني، بس ما فيش ناس بتقدر الحاجه دي. يعني لما تيجي تعملي بيضات يقول لك لا ده غالي، بس تعالي امسكي الخامه وشوفي ده بيتباع كام، بكام المتر اصلا بره. يعني انت شوفي بس المتر من ده يعمل كام بره. النبيت احنا صورنا منه البني والكحلي، وصورنا النبيت اللي هناك ده، في نبيت غيره اهو بيتلحموا في بعض. ايوه التطريزه مختلفه، مش هتكفي الركنه. عايزه بصوا التطريزه بتاعتها مختلفه مع البوكي. بس ممكن اخد دي كم متر؟ البوكي مع التطريزه مختلفه. دي الارضيه اهي، الطقمه بتتاخد على بعض. حلو قوي مع الكراسي بتاعتها. دي كده الكراسي بتاعتها. الرسمه دي قريبه من اللي احنا لسه شايفينها مع بعض. هو هو بس ايه وريني ظهرها. بس الرسمه دي لا، دي هتزحلق. دي اللي ماسكه شويه، دي اللي هتمسك عشان فيها شانيليا. دي حلوه قوي الرسمه بتاعتها بالكراسي برضه، بالكراسي بتاعتها برضه. تمام. اللي عاوز بقى يجي عندك ياخد كرسيين وكنبتين، ولا لازم الشده كلها مع بعض؟ الشده كلها مع بعض ما بقتش فارقه. لا ياخد دوت، هياخد دوت. تمام. 35 في ظهره شانيليا وفي ظهره في ساتان شويه. معرفش هجيب لك على حسب. شدي دول كده موجودين. الله هجيب لك المقاس ده. شانيليا محمل. اوه اكتر من الكرسي. اوف اوف جميله جميله جميله، الله يبارك لك. حلوه قوي 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 الشانيليا دي، حلوه قوي وتقيله ومحمله. وبص الظهر بتاعها فيه يمسك في الانتريه الصالون. ده كنبها بقى شكله ايه يا ترى؟ ده كده الكراسي الكنبه. كنبه نشوف شكلها، لان شكل البوكيه بتاع الكرسي يفتح النفس اصلا. ما بالك الكنبه، هنشوف شكلها عامل ازاي دلوقتي. اللهم بارك. لا جميله. بصوا يا بنات بصوا شكل الكنبه، بصوا شكل الكنبة عامل ازاي، بصوا القمر ده. يعني انا مش عارفة والله العظيم بجد اجيبها لكم من اني اتجاه، بس انتوا اكيد حاسين باللي انا فيه دلوقتي، ان انا منبهرة زيكم بالظبط في الخامات دي. وب 75 المتر. حلو قوي اللبن الفاتح ده برضو قوي، والرسمة بتاعته جميلة زي ما انتوا شايفينها كده. وده ايه البوكيه بتاع الكرسي. ناس كتير بتحب اللون ده. والله اللي هو مدي على جنس يا بنات. ايوه جنس، عشان تقدري توصلي للدرجه بتاعه اللون وانا بتكلم. تمام. احنا نصور التواب دي. انت بسم الله ما شاء الله جايبه سكري اهو جديد. ده اللي وراكي ده البوكيه بتاعه كبير. ده جميل قوي. ده كنب بس، كراسي بس، بس البوكيه بتاعها جامد قوي وكبير. بسم الله. التطريزه دي تقريبا شفنا منها دلوقتي، بس برضه هنتعرف على الاشكال مع بعض. كله المتر عندك 75؟ كله 75 برضه. ما زلنا عند مدرسه ايه، رفاعه الطهطاوي. تمام. تسالي عند مستشفى المطريه فين مدرسه رفاعه الطهطاوي وهيجيبك لحد هنا. حلو قوي. ده البوكيه بتاع الكراسي. الكنب بقى، ولا دي ملهاش كنب؟ لا الكنب خلص. الكنب خلص. تمام. حلوه برضو دي كنب ولا كراسي؟ هتفرجني على توب توب. انا مستعجله ان انا بنط للالوان اللي عيني بتجيبها، فهي هتفرجني على توب توب. تمام. ما حدش يقول ان دي اخت اللي فاتت، هي اختها في الرسمه بس مش في اللون. دي مديها على كشمير شويه او كافيه لا ده دي اللي كافيه، دي مديها على كشمير، كشمير فاتح. تمام. اللي انت بقى فردتيها دي كنب ولا كراسي بيعاها؟ دي كنب. معاكي كراسيها يعني؟ معاكي كراسي. ماشي تمام، معاكي كراسي. نبقى عارفين عشان تعرفي وانت قاعده كده في بيتك كده معززه مكرمه مش حرانه زينا، اللي ايه اللي معاه كراسي وايه اللي معاه كنب لوحده. هي دي بقى اللي كنب لوحديها؟ كنب لوحده بس جميله. ما انا بقول لك اللون بتاعها عجبني قوي، ولونها جميل كده، والبوكيه بتاعها يفتح النفس. بصي كده، بصي كده البوكيه، بصي جمال البوكيه، بصي
بص التطريزة اصلا والجبلان والخامة، بص التقل، بص الحاجة اللي تمسك من الانتريه من ورا. لا بجد مش قادرة اقول لكم يعني، دي جميلة جدا يعني. دي واقفة الكنبتين ب 150 جنيه مش حاجة يعني، طب 150 جنيه تقسميهم من بعض وتحطي جبر يبقى حاجة محترمة. ده اللي البوكيه بتاعه عاجبني، بس انت قلتي لي ده كراسي بس. بص البوكيه، الدايره بتاعت البوكيه كبيره 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 جدا، والجبلان بتاعها عامل ازاي. على فكره يا جماعه عندها، انت ممكن تبيعي جمله من الحاجات دي لو عندك. عندها جمله، الناس اللي عايزه جمله من عندها ممكن تشتري توب 2 3 4 زي ما هم عاوزين يعني. هي مش عندها الحاجات دي بس، لا عندها مكان مخصص لها للجمله. اللي عاوز هسيب له رقم التليفون على الشاشه يتواصل معاها، وبرده هسيب لكم كل التفاصيل في صندوق الوصف بحيث ان انتوا تتعاملوا معاها وتعرفوا الاسعار، او حابين تروحوا لها في المكان بتاعها المخصص. تمام، ده كده الكرسي. انا عايزه ابين بس ايه الارضيه. اه بصي الارضيه فيها ايه، فيها شغل كده. استني بس يا محمد، اهي بصوا فيها شغل ازاي. نفس الكلام في الكنبه، ماشي. هتفرد لنا الكنبه دلوقتي. بصوا الكنبه بقى عباره عن بوكيه وبوكيتين، معاكي الكنب ومعاكي الكراسي، وده الخط اللي بيتقسم منه ما بين الكنبه والكنبه. جميله، عندها خامات واشكال كتيره جدا هتعجبكم. الكحلي ده، اه الكحلي ده جميل قوي. انت فرده هنا اهو، وهي الكراسي بتاعته اهي. ده كده الكنب، هاتي كده التوب تقيله والله. بس ايه، عايزين نوريكم اكبر تشكيل ممكن تشوفوه في حياتكم بالنسبه للجبلين. خامه ما شاء الله اللهم بارك، جميله جدا. بصوا الخامات، بصوا بصوا الظهر. عايز انا كل، انا متعمده اوريكم الظهر، اللي انا اوريكم الظهر قبل كده في خيوط بس كانت باسعار اقل من كده. الاسعار دي حلوه برضو، وفي نفس الوقت درجه اولى، ظهرها ما فيهوش خيوط. عايزه بس اعرفكم الفرق ما بين تاجر والتاني. ده الكراسي بتاعتها، تمام. ما تفردهاش، الكرسي باين قوي، البوكيه اهو اهو. هاتي 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 كده يا محمد اهي. بص البوكيه اهو، ده البوكيه بتاع الكنبه. ده ايه، كنب ولا كراسي؟ كنب بس، كنب وكراسي، كنب وكراسي، كنب وكراسي اهو. ده ايه، ده كنب. اه ده الكنب، ده الكنب يا جماعه. وفي الكراسي بتاعته، بتاعتي دي الكراسي صح، دي الكراسي. بلاش تيجي وتفرجيها، كفايه عليكي كده. انا حاسه والله العظيم بالمعاناه. ما هم بصي نفس البوكي اهو، عشان بس الصراحه ان شاء الله يكون في عونك في شد الانت اللي توب دي لوحدك. الله يعينك. بصي ده كنب بس، كل اللي توب بغم عليها خلاص. دي ايه، كنب بس. الناس اللي عندها كنب بس وعاجبها كافيه، دي حلوه قوي. ده كنب بس اهو، ده البوكيه بتاعها. تمام ماشي يا محمد. وفي جبلان عندها بقى، بصوا الجبلان ده، انت عايزه تشدي منه بقى سفره، عايزه تشدي منه تعملي بيضات، عايزه تعملي منه اي حاجه. احنا قلنا بكام المتر من الجبلان يا محمد؟ ده 80. 80 جنيه عرض متر ونص، حاجه محترمه بجد، حاجه محترمه. تعملي بقى بيضات، تعملي معاها الكوشن. بصوا الكشمير، ناس بتسأل على بيضات كشمير ومش لاقيه، ممكن تاخد ده وتعمله بيضات كشمير مع الجبير، هيبقى روعه. بصوا البوكيهات دي، بصوا البوكيهات وجمالها. البوكيه جميل جدا والله، ما سيبك الا لما بينه في الكاميرا عامل ازاي. بصوا حسي كده ان انت داخله جوه وردايه بتفاصيلها، ما شاء الله. بصوا الجبلان، الجبلان ب 80 عندها. بصوا اي جبلان من هنا ب 80 ممكن تاخديه تعمليه للسفره ب 80 جنيه. تاخدي 2 متر ونص بالظبط، يعمل لك مفرش سفره وتعملي له بطانه ستان، هيطلع معاكي حلو جدا. وفي هنا قماش كتان عندها، وقماش تنجيد، والقماشه دي تحفه. بصوا بتلمع ازاي، فيها لمعه، ازاي فيها لمعه جميله جدا. والارضيه كافيه، بس للاسف معاش الماتشنج بتاعها. لا معايها الماتشنج بتاعها، استنوا بقى. الماتشنج بتاعها اهو شايفينه، وفيها نفس القلم ونفس الذهبي. المتر ب 50 من ده، واخوه اهو، بس ده معهوش الماتشنج بتاعه المقلم. لا ده اللي معاه الماتش. اه ده اللي وريته، ما انا وريته لهم دلوقتي. ده اللي جميل قوي برضو، الجزء ده فيه لمعه. بصوا اللمعه، ما انا عارفه انا عماله اعمل اهو، ما بتشالش. ما بتشالش. لا بس ما شاء الله جميله قوي، ودي فيها اللمعه الذهبي. الاثنين احلى من بعض، ما انا لسه موريها لهم، لسه موريها لهم.
والكتان ده بكام يا محمد؟ ده ده بكام؟ ده بخمس. لا ما عنديش منه كمية، انا عندي غير هو كل كده ما بفرقوش. ما بيت ما بتفرض على لما حد اللي عندها كمية، ما دام عندوش كمية بس هو لو حد حابب ياخد منه. الوانات بس في الوانات كلش كتير. في لون لسه قصر بس حبيته لان مطلوب. خلاص يبقى ورهولنا. ده برنت؟ ده برنت. بكام؟ ده ب 35 جنيه. 35 جنيه ما انا شايفاه محبب اهو شكله جميل. لا بس حاجه ده ايوه ما انا ما هو حلو البرنت. ما انا بقول ده ممكن ياخدوه ستاير ده للبلكونات. هو بالعمال ستاير. ستاير بلكونات وياخدوه بيضات برضه، وفي ناس بياخدوه يعملوا بيه كفر للانتريه. بصي على الولاده كل ده 35. كل ده 35 حلو قوي. الولاد دي متوفره في كميات، بكميات الناس اللي عاوزه منها موجوده عندها بكميات. كميات رهيبه ما شاء الله، اللهم بارك. تمام. لا حلوه ما انا ماسكه. تقيله عامله زي الدك بس الخامه برين. هي عامله زي الدك بس الخامه برين. بصي بقى انا ده مخبيه. هي مخبيه حاجه لحد يعني عشان مطلوبه منها، حد طلبها فهي ايه؟ محدش طلبها؟ لا ده في منه ايه؟ لا ده خلص. في منه بقى في البيت. لا ده الخامه إيه؟ الخامه بتاعته جميله برضو قوي. كل اللي جاي عايز من عايز الشكل ده. ان اللي انت عندك في البيت نفس اللون؟ طب ماشي، وما انتي مخبيه دي لما انا كله عايز اللون ده. ما كله عايز اللون ده، ده موجود عايزين دلوقتي. دلوقتي قولي لهم الاسبوع الجاي واربطي معاهم. هو فعلا تحفة و 35 جنيه؟ جميل 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 جميل، شكله روعة روعة. يا ريت بقى تاخدوا سكرينات اهو، مش هنزل لكم رقم تليفون على كل الفيديو، لا في اول الفيديو بس عشان تاخدوا سكرينات براحتكم، وهسيب لكم برضو تاني في صندوق الوصف كل التفاصيل بأرقام تليفوناتها. خلاص كل الحاجة دي اللي عندها منها كميات. ونقول كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت ما تنسيش باللايك والسبسكرايب للقناة. أول مرة أشوفك على قناتي فعلي الجرس دي وصلك كل جديد. شفتيش أنت ده؟